فقرتنا لليوم رح نحكي فيها عن موضوع بيشكل شيء كتير مهم عند الصبايا والسيدات وحتى عند الشباب هلأ، اللي هو خسارة الوزن. تختلف الطرق، في ناس بتميل للنادي، في ناس بتميل للأمور العلاجية الجراحية، أحيانا نسمع كتير هلأ صار عن عمليات قص المعدة وما إلى ذلك، وفي ناس بتلجأ للأدوية لا خسارة الوزن، لا اعتقادها أنه هاي الأدوية هي حل بديل، بقدر أكل وباخذ الدواء فبخسر الوزن. بخسر الوزن وبوفر وقت وبوفر ضغط، بس أدوية التنحيف هي أدوية ذو حدين، يعني يجب دائما استشارة الطبيب. دائما بنشوف مثلا أي صبية حابة تنحف حالها، رفيقتها ممكن أخذت دواء تنحيف، تلاقي ظريف ممكن هي تجربه بدون استشارة الطبيب، إلى آثار إيجابية وسلبية. قديش مهم اليوم إذا بدنا نتوجه لأدوية التنحيف يكون في عندنا دكتور أو استشاري يستشيره بكل هالتفاصيل. نحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الصيدلانية نورين القولي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، يسعد صباحكم. صباح الخير دكتورة نورين. خلينا نبلش مع حضرتك، بنسمع كثير عن أدوية التنحيف، ويمكن من سنين بلشت كل شركة تتبارى مع الشركة الثانية، أنا عندي دواء طبيعي، أنا عندي دواء مجرب. خلينا نحكي عن خاصية دواء التنحيف بالأساس، شو تركيبه الدوائي؟ أكيد بالبداية صباح السادة المشاهدين، لنعرف نحن أنا كشخص أساساً وزني مرتفع أو أنا أعتبر من بعاني من السمنة أو لا، ففي مقياس اسمه مقياس أو مشعر كتلة الجسم بيقدر أي شخص يحسبه بالبيت، هو وزنه على مربع طوله، بيعطينا أرقام. هذا الرقم نحن عنا بين 18.5 ل 25، معناتها الإنسان طبيعي. وزنه بالرنج الطبيعي. طبعا بدنا نعمل حسابنا أنه هم بيحسب نسبة الدهون أو نسبة العضلة بالجسم، الكتلة العضلية، بس هو تقريبا مقياس بيوضح لنا نحن إذا كان الشخص طلع الحاصل فوق ال 30 فوق تقريبا، يعني نحن وصلنا بال 30 فنحن هذا الشخص بيعاني من السمنة، ولازم نحن نلاقي طريقة لحتى نخفض من وزننا. طبعا في كتير أدوية صارت جديدة وعم نعاني منها، أكيد مثل ما تفضلتي حضرتك أنه بتشوف صديقتها نحفت فعطيني جربه أو دليني من وين، أو هذا عشبي أو لا. نحن بدنا ننتبه كتير على هذا الموضوع، لأنه حتى الأدوية العشبية إلى آثار جانبية مثل أي دواء كيميائي، بتسبب اعتياد، بتسبب مشاكل صحية، بتسبب آثار جانبية أكيد مليون بالمية. طب خلينا نحكي عن أدوية التنحيف، هي نقطة نركز عليها شوي اليوم، لأنه بتلاقي حتى بيكون دواء مرخص، يعني بتشوفي الإعلان مبهر تخسري وزن خلال شهر 7 كيلو 10 كيلو، وفي هيك تنافس بين الشركات الأجنبية والعالمية. خلينا نحكي عن خصائص أدوية التنحيف وقديش مهم استشارة، يعني ما أخذ دواء بدون ما استشير طبيب، لأنه في ناس عندها بيكون ممكن مشاكل بتكتل الدهون بجسمها، في عندها مشاكل ممكن لازم تقوم بعمل تحاليل قبل تناول أي أدوية. هي نقطة كتير مهمة لكل الصبايا، لأنه بالأول الأخير عم شوف في هاجس وهوس، مو فقط أكيد إنه أنا يعني نصوحة شوي، لا بدي جسم مثالي، بتلاقيهم فورا بيروحوا على أدوية التنحيف القاسية على الجسم. صحيح. هلا نحن لنعرف دواء التنحيف كيف بيشتغل، بدنا نعرف نحن ليش عم بيزيد وزننا. هلا الشائع انه نحن عم ناخذ كالوريز اكثر من اللي عم نطرحهم خلال صحيح. اليوم يعني مثلا انا عم باخذ 4000 وحده مثلا، هو وعم بطرح مثلا انا او عم بحرق 1500 فقط، فانا لازم واحد يعمل او مثلا 1000، فنحن الشخص لازم يعرف انه هو السبب السمنه هي اما من الاكل او من الحركه عم بتكون قليله او ما في جهد لحتى نحن نحرق كالوري. فالعالم شو بتعمل؟ بتتوجه للادويه لانه هي اسهل، طبعا اسهل من الرياضه، اسهل من الاجراءات الثانيه او من اتباع دايت. هلا الادويه التنحيف خلينا نقول عن فئتين كتير معروفين. أول فئة هي الأدوية اللي بتقطع الشهية. الأدوية اللي بتقطع الشهية في جزء منها انسحب عالميا لأنه عندها أعراض جانبية كتير كبيرة. هي بتكبح الشهية، فالشخص ممكن ما يأكل خلال النهار، أكيد بينحف مليون بالمية، يعني هو مع الوقت أو بس بتأثر على مراكز بالدماغ. صح، هي بتأثر وبتعمل نحف، ولكن هي بتأثر على الشخص، بتأثر على الجهاز العصبي، فهو بلاقي الشخص
تماما، بصير عصبي، بصير بينضغط، بحس باكتئاب، ممكن يفوت بحاله اكتئاب، بتاثر على جهاز الدوران، فهو ممكن يصير معه خفقان بالقلب، ممكن يؤدي لمشاكل مثل ارتفاع ضغط، مشاكل صحيه كثير خطيره. فهي ادت انه جزء منها انسحب عالميا. هي جزء منها للادويه. في الجزء الثاني يلي هي في كمان ادويه، هي ادويه بتعالج الادمان، ولكن اثبتت انه هي ممكن تكبح الشهيه كمان. كمان ممكن تسبب عنا اعتياد للشخص، يعني يصير هو ما يقدر يعيش بلاها، كمان هذا الشيء سيء. وفي عندنا فئه من الادويه التنحيف اللي هي بتطرح الدسم او الفات للشخص، ما بياخذ قبل الاكل. في ادويه بتاخذ قبل الاكل بنص ساعه تنحيف. هي هي الادويه اللي هي بتطرح الدسم، بتتاخذ قبل الاكل، قبل مثلا الوجبه الدسمه او الوجبه الكبيره، خلينا نقول وجبه الغداء، فهي بتطرح كل شيء دسم، نحن ما بنمتصها، بتنطرح. كمان هي بتساعد على التنحيف، ولكن في لها اثار جانبيه سيئه وبتضايق الشخص يلي هو ما عاد يقدر يتحكم بدخوله على الحمام بدايه، بصير عندنا غازات، بصير في عندنا تلبك بالامعاء. على المدى البعيد هي كمان ما ننسى انه الادويه التنحيف هي تراكميه، فنحن دائما وقت عم ناخذها يوم بعد يوم بدها تاثر. مثلا نحن في عندنا فيتامينات منحله بالدسم، انا اليوم وقت عم بطرح الدسم من جسمي فكل هي الفيتامينات عم بتخسر اكيد. بصير معي نقص فيتامينات، بفوت بمشاكل ثانيه. كمان في عندنا مشكله انه هي ممكن تاثر على التكوين تبعيه الامعاء. يعني ممكن تؤدي انه تخف الذغابات المعويه. صحيح. فكمان بتساعد، بصير في عندنا تلبك معوي، بنصير ما بنقدر ناكل اي شيء، وبصير في عندنا تعود عليها كمان. فانا للصراحه هي الادويه بنصح فيها وما بنصح فيها، اكيد الطبيب حيكون ادرى. هي منصوح فيها لفتره معينه، يعني تكون فتره انتقاليه للشخص لحتى يفوت بدايت او يفوت بالطريق السليم لانقاص الوزن، ولكن نحن ما بننصح فيها بشكل دائم. يعني قصدك دكتور انه ما نعتمدها كوسيله دائمه، ممكن تهيئ للجسم وخصوصا فاقد الشهيه للناس اللي ما عندهم كنترول على أكيد الأكل. أكيد. يعني نحن بننصح فيها مثلا لفترة معينة، ما بننصح فيها لفترة طويلة. ممكن مثلا شخص اللي ياخذ الأدوية اللي بتطرح الدسم، ممكن خلال الأسبوع مثلا هو ما ياخذها، بس ويكون محافظ على الدايت تبعيته، مثلا عامل دايت مع أخصائي تغذية أو دكتور ومحافظ عليه، ولكن عنده فلنفرض عزيمة، عنده شيء يعني عام مثلا بده ياكل فيه، أو عنده يوم فري بس هو عارفان بده ياكل فيه وما بده يمتص الدسم، فممكن نلجا لهي الادويه، ولكن ما نلجا لها اكيد على مدى بعيد طبعا. طب خلينا نروح على الادويه الطبيعيه، يعني بتقول لك في اعشاب هي بتنحف، وكنا نسمع عنها بالاونه الاخيره من 10 سنين في عشبه درجت بشكل كثير كبير انه اذا بتشربيها بتنحف، تضع لها اثار صحيه سلبيه سيئه طبعا على الجسم. خلينا نحكي عن نقطه، مش كل شيء اعشاب طبيه هو سليم انا فيني اتناوله بدون استشاره طبيه. انا بس لاوضح شغله للمشاهدين انه نحن الادويه اجمالا او المواد الكيميائيه اساسا هي اتاخذت من الاعشاب. صحيح. يعني نحن اليوم الاعشاب هي المصدر للدواء بدايه، يعني من زمان ما كان في شيء اسمه دواء، كانوا يتداووا بالاعشاب. فاليوم الادويه الاعشاب عفوا الى نفس خواص الادويه، ان كانت خواص فعاله وبتساعدنا او ان كانت خواص سلبيه. صحيح. اكيد. هلا انا ما بنصح بالادويه العشبي او بالتراكيب العشبيه لاكثر من جهه. اول شيء نحن ما دائما ممكن نعرف مين المركبه وما نثق فيه، يعني انا اليوم ممكن ما يكون صيدلاني او ما يكون مختص على العطار مليون بالمية. هي اول شغله. ثاني شغله انه مو الكل بيصرح عن المواد الموجوده، يعني انت اليوم الدواء في نشره، نحن في عندنا الاف دي اي، في عندنا جهات مختصه مجبرين يذكروا الادويه الداخله يعني التراكيب الموجوده بهذا الدواء. نحن بالاعشاب لا في نشره، لا في باكجينج، لا في طريقه، ما في شيء. العشبه السحريه للتنحيف تماما، يعني كيف بدي اخذها، كيف بدي اتناولها، شو ممكن تسبب لي. صح. مثلا انا اذا صار معي ارق فلنفرض او صار معي مشاكل، انا منها ولا مريضه ولا داني. ما فيني اعرف. كمان هي شغله. كمان شغله ثانيه بتخص ادويه التنحيف العشبيه، اغلبها هو بيشتغل على مستوى الملينات. يعني هي بتطرح السوائل من الجسم مع هالاكل، معها سوائل الجسم الاساسيه اللي هي المي، يعني احنا جسمنا مؤلف ثلاث ارباعه من الماء، فانا وقت عم بطرح الماء من جسمي مع الاكل انا بلاقي حالي نزل وزني،
يعني انا فعليا على الميزان عم بينزل وزني، ولكن انا هيك عم بعاني من نقص شوارد، بعاني من سوء امتصاص، بعاني من مشاكل كثيره، بصير عندي تعود مثل ما حكينا، مشاكل على مستوى الامعاء، مشاكل على مستوى الجهاز العصبي. فانا ما كثير بفضل اكيد، وهي قطعه بتعمل تعود، فكمان انا ما بفضل ابدا الاعشاب بموضوع التنحيف للصراحه. دكتوره طيب خلينا نحكي عن شيء ثاني، اللي هو اليوم كثير بنشوف انه في ناس عندها نظام رياضي صحيح، ولكن ايضا في ادويه بتتاخذ صارت في ناس مو بس لتنحف، في ناس لتسمن. صح. هي العشبه بتسمن، هي العشبه بتعطي نصحه للوش، هي العشبه اذا حدا عامل مثلا عمل جراحي او صاير معه مشكله ونحفان وشه بقول لك هي العشبه بتعطي. كمان في ادويه صارت تعطي مفعول عكسي، يعني مو بس في ناس تاخذ للتنحيف، في ناس بتاخذ للتنصيح. صحيح. نحكي عنها كمان ومضاره. هلا الاشخاص اجمالا بيعانوا من مشكلتين، اما سمنه او النحف، فاكيد المشكلتين لازم نلاقي لهم حل، ولكن الحل مو عن طريق لا الادويه ولا الاعشاب. يعني احنا مثل ما حكينا ممكن تكون فتره انتقاليه، ولكن بعدين احنا لازم نتابع بطريقه صحيه. يعني يكون الشخص اول شيء واقف عند طبيب او واقف عند اخصائي تغذيه، او مثلا بمركز الرياضه واقف عند كوتش مختص دارس يقول له كيف لازم هو يتابع هذا الموضوع. طبعا ان كان بالسمنه او ان كان بفقدان الشهيه او الشخص بيعاني من النحف، نحن الحل الطريقتين بنلاقيهم برياضه او بنلاقيهم بطريقه سليمه، بنقدر نوصل للنتيجه اللي بدنا اياها اكيد عن طريق الرياضه وعن طريق الدايت الغذائيه طبعا. طب بس فينا نقول انه ادويه التنحيف ما بتنصح فيها نهائيا، ولا ممكن مع استشاره لفتره معينه وجيزه بنبلش فيها ممكن فينا نقول النظام وبعدين نتجه للنظام الغذائي والرياضه؟ لا نحن اكيد مو ما بننصح فيها، ولكن الطبيب هو الافضل انه ياخذها. انا ما بنصح فيها، المشاهد بالبيت يروح مثلا مع استشاره الصيدليه ياخذ دواء، لازم يسال طبيبه بغض النظر مين هو الطبيب اللي ينصحه فيها. هلا كمان خلينا نذكر في ادويه بتخفف حساسيه الانسولين او بتنظم افراز الانسولين كمان بالجسم، كمان مرت فتره كل العالم تاخذها. صح. لانه هي بتخفض الانسولين والسكر، بس كمان في لها اثار جانبيه، انه هي ممكن الشخص يفوت بصدمه نقص سكر. كمان هي ممكن تكون مفاجئه، ممكن كمان تؤدي لاثار اذا شخص داخ ممكن يوع ينصاب، ممكن يعني لازم في لها اشراف او يكون عن طريق طبيب. فانا ممكن الشخص ياخذ اكيد الادويه وهي اكيد حل لفتره معينه، ولكن اكيد عن طريق اخصائي طبيب صيدلي او اخصائي تغذيه. دكتوره نورين بختام حديثنا اليوم نشكرك على كل المعلومات، نتمنى كل السيدات والصبايا اللي عم بيتابعونا يكونوا استفادوا منها. شكرا كثير لك. ميرسي، اهلا.